العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ورئيس الأركان الفريق محمد فريد وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الاجتماع تناول استعراض جهود القوات المسلحة لمعاونة كافة أجهزة الدولة لدعم تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، هذا فضلا عن مناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة على كافة الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية لحماية مرتكزات الأمن القومي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والسادة قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وبمشاركة السيد مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض جهود القوات المسلحة لمعاونة كافة أجهزة الدولة لدعم تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن مناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة على كافة الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية لحماية مرتكزات الأمن القومي وصون مقدرات ومكتسبات الدولة. أعلنت وزارة الداخلية القضاء على خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بالشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية، وذلك بالتزامن مع عيد القيامة المجيد. وفي بيان لها أشارت الوزارة إلى مقتل 7 عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على 6 أسلحة آلية و4 أسلحة خرطوش وكمية كبيرة من الذخائر، كما أسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة. كما تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطارية والتي كان عناصر الخلية يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة. وجه النائب العام المستشار حماد الصاوي بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي بمنطقة الأميرية بالقاهرة، وقد انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث. أكد مجلس الوزراء أن رجال وزارة الداخلية يثبتون يوما بعد يوم أنهم درع حماية الأمن الداخلي وحائط صد في مواجهة دعاة القتل والإرهاب والدمار. ونعى المجلس في بيان له شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي الذي استشهد جراء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية بالقاهرة. وتقدم المجلس في بيانه بخالص العزاء لأسرة الشهيد ولرجال وزارة الداخلية الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن وأبنائه. نعى رئيس مجلس النواب علي عبد العال وجميع أعضاء المجلس الشهيد الواجب المقدم البطل محمد الحوفي الذي وافته المنية وهو يؤدي واجبه الوطني. وأكد المجلس في بيان له أن دماء الشهداء الطاهرة أمانة في أعناقنا جميعا، وأن هذه الأفعال الخسيسة إنما تزيد من قوة وتكاتف مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب. وقد شدد أيضا على أن مصر ستظل بشعبها وشرطتها وجيشها قادرة على اقتلاع الإرهاب من جذوره. دعا وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إلى الضرب بيد من حديد على كل من يرتكب جريمة إرهاب أو يأوي أو يتستر على أي من الإرهابيين أو يرتكب جريمة التحريض ضد الوطن. وفي بيان له نعى الوزير شهيد الواجب الوطني الشهيد مقدم محمد الحوفي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مواجهة عناصر الإرهاب والشر والضلال بمنطقة الأميرية بالقاهرة. أكد مفتي الجمهورية شوقي علام أن إحباط قوات الشرطة لمخططات التنظيمات الإرهابية يعكس يقظة أبطال الشرطة في التصدي للجماعات والتنظيمات الإرهابية ومخططاتها الشيطانية لنشر الخراب والدمار في كل مكان. وأشاد المفتي في بيان له بيقظة أبطال القوات المسلحة وأجهزة الشرطة وتضحياتهم في مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تنفذ أجندات ومؤامرات خبيثة لنشر الدمار والخراب في كل مكان.
وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي. أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء أن نجاح قوات الأمن في تصفية الخلية الإرهابية بالأميرية يؤكد أن مصر لديها جهاز أمني على أعلى مستوى من الكفاءة والاحتراف. وأكد المرصد في بيان له أن حادث الأميرية يأتي كرد فعل لفشل رهان التنظيمات الإرهابية على سقوط مصر في اختبار فيروس كورونا، الأمر الذي دفع تلك التنظيمات إلى الاستعداد لاختبار آخر وهو محاولة ضرب الوحدة الوطنية عبر استهداف الكنائس. وتقدم المرصد في بيانه بخالص تعازيه لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي الذي استشهد أثناء هذه العملية. أشاد الأزهر الشريف بجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والتصدي لمخططات الجماعات الإرهابية التي تستهدف قتل الأبرياء وترويع الآمنين والنيل من أمن الوطن وسلامة أراضيه واستقراره. ونعى الأزهر في بيان له شهيد الوطن المقدم محمد فوزي الحوفي الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في عملية مكافحة الإرهاب بمنطقة الأميرية بالقاهرة. هذا وتقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب بخالص العزاء لأسرة الشهيد ولوزارة الداخلية. حيا مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بسالة الشرطة في التصدي للإرهاب والتصدي لخلية إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة. وفي بيان له طلب المرصد جموع الشعب المصري بالوقوف وراء رجال الجيش والشرطة في حربهم ضد الإرهاب، مؤكدا رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب. وقد شدد على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام وترفضها كافة الأديان السماوية وتأباها التقاليد والأعراف الإنسانية. أكدت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تزيد الشعب المصري سوى إصرارا وتمسك بالحفظ على وحدة النسيج الوطني كحائط سد في مواجهة الإرهاب وغيره من التحديات. ووجهت الكنيسة وعلى رأسها قداسة البابا طوادروس الثاني التحية لرجال الشرطة المصرية الذين يقدمون أرواحهم في سبيل التصدي للإرهاب فداء للوطن، مؤكدة تضامنها الكامل مع القوات المسلحة وأجهزة الشرطة الباسلة وكافة القوى الوطنية في معركتهم مع الإرهاب الغاشم. نعى الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك بمصر شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي الذي استشهد جراء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية بالقاهرة، متقدما بخالص العزاء لأسرة الشهيد ولرجال وزارة الداخلية، كما عبرت بصلاتها للشفاء العاجل لزملاء الشهيد الذين أصيبوا. أكدت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندري زاكي تقديرها بإجلال واعتزاز للدور الوطني لرجال الأمن الذين يقومون به في سبيل حماية الوطن والمواطنين والتضحيات الجليلة للحفاظ على أمن الوطن. وقدم زاكي خالص العزاء لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي الذي استشهد إثر تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة، معلنا الصلاة من أجل سلامة مصر من كل شر، مؤكدا أن الوطن سينتصر فوق كل شر. أكد نادي القضاة تضامن قضاة مصر مع رجال الشرطة البواسل في دفاعهم بكل شجاعة عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعي. وأشاد النادي في بيان له بدور رجال الشرطة وجهودهم في اكتشاف وتتبع والتعامل مع البؤر الإرهابية قبل تنفيذها لمخططاتها الخبيثة. وقد أكد النادي وقوف جميع أبنائه خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن في جهودها من أجل اقتلاع الإرهاب من جذوره، كما نعى في بيانه الشهيد المقدم محمد الحوفي الذي استشهد أثناء القيام بواجبه في عملية مكافحة الإرهاب بالأميرية. أشاد المؤتمر الوطني للشباب بجهود وتضحية رجال الشرطة البواسل الذين يدافعون عن أمن الوطن وسلامته ولا يبخلون بحياتهم في سبيل الدفاع عن أمنه واستقراره.
وتقدم المؤتمر الوطني للشباب بخالص تعازيه للشرطة ولأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي الذي قدم روحه الغالية فداء للوطن، ذلك خلال مداهمة خلية إرهابية بمنطقة الأميرية. كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالعمل على سرعة توفير المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمستشفيات. وخلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وجه مدبولي بموافاته بتقرير يومي متكامل حول استيفاء كافة احتياجات ومتطلبات المستشفيات من المستلزمات الطبية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. من جانبها كشفت وزيرة الصحة عن إضافة بروتوكول للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لمقدمي الخدمة الصحية. من جهته أشار وزير التعليم العالي إلى موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس على 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حالة الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 514 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل. وفي بيان لها قالت الوزارة إن عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية للفيروس ارتفع إلى 683 حالة، بينما تم تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة للفيروس و14 حالة وفاة. وخلال اجتماعها الدوري مع مستشفيات العزل، تابعت وزيرة الصحة هالة زايد توفير كافة احتياجات الأطقم الطبية وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. وعلى المستوى العالمي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعلق تمويل منظمة الصحة العالمية متهما إياها بالتعتيم على انتشار الفيروس. وأضاف ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن كورونا إن منظمة الصحة العالمية فشلت في الحصول على المعلومات الكافية بشأن الفيروس ونشرها بطريقة شفافة. ومنذ تأسيسها في عام 48 الشعب الأمريكي دعم بسخاء منظمة الصحة العالمية لتوفير خدمات صحية أفضل للعالم ولحماية ولمنع الأزمات الصحية العالمية. ومع تفشي وباء فيروس كورونا لدينا هواجس عميقة بشأن ما إذا كان السخاء الأمريكي قد وضع في أفضل حالاته ولخدمة أهم القضايا. هذا ومشاطرة المعلومات والشفافية، هذا كان مفقودا. العالم يعتمد على منظمة الصحة العالمية للاعتماد مع دول أخرى للتأكد من أن المعلومات يتم مشاطرتها في حينه.
وعلى المنظمة أن تقول للعالم حقيقة ما يحدث، ولكن المنظمة فشلت في واجباتها الأساسية ويجب أن تحاسب. حان الوقت بعد كل هذه العقود. منظمة الصحة العالمية أخفقت في التحقيق بشأن تقارير موثوقة من ووهان والتي تعارضت مع ما قالته الحكومة الصينية بشأن انتقال العدوى من شخص إلى آخر. من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هذا ليس الوقت المناسب لخفض الموارد عن منظمة الصحة العالمية، ودعا غوتيريش المجتمع الدولي للعمل سويا والتضامن لوقف انتشار الفيروس وتبعاته المدمرة. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 2200 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال ال 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى أكثر من 25,000 حالة. سجلت ولاية نيويورك الأمريكية 778 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية. وقال حاكم الولاية أندرو كومو إنه لن يلتزم بأي أمر يصدره الرئيس دونالد ترامب بإنهاء إجراءات العزل العام في الولاية بطريقة غير آمنة خلال تفشي المرض، مضيفا أن أي أمر من هذا القبيل سيشكل تحديا دستوريا بين الولايات والحكومة الاتحادية وسيرفع إلى القضاء للبت فيه. قال لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس سيدلي بإعلانات هامة جدا بشأن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي قريبا. وأبلغ كودلو في شبكة فوكس بيزنس بأن ترامب سيدلي في الأيام القليلة القادمة ببعض الإعلانات الهامة فيما يتعلق هذه التوجيهات للتباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تريد إعادة الناس للعمل بأسرع ما يمكن مع ضمان عودة آمنة تقودها بيانات المتخصصين في الصحة. أعلنت وزارة الصحة المكسيكية رصد 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 5399 حالة. وذكر نائب وزير الصحة المكسيكي أن عدد الوفيات في بلاده ارتفع إلى 406 وفيات بعد تسجيل 74 حالة جديدة، مرجحا انتشارا أكبر للفيروس في بلاده إذا لم يلتزم المواطنون بالتعليمات الصحية. قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يتراجع في بعض مناطق أوروبا وبينها إيطاليا وإسبانيا، لكن الأعداد لا تزال في ازدياد في بريطانيا وفي تركيا. وأشارت المنظمة إلى أن أوروبا والولايات المتحدة لم تشهد الذروة بعد من حيث الإصابات بكورونا، بينما يتهدد الصين خطر ورود الإصابات إليها في الوقت الحالي من الخارج، مشيرة إلى أنه لا تتوقع لقاحا للفيروس قبل 12 شهرا أو أكثر. تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح استراتيجية للدول الأعضاء اليوم لرفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا تدريجيا واستئناف النشاط الطبيعي. وحثت المفوضية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تنسيق الإجراءات قبل بدء رفع العزل العام، وحذرت من أن عدم القيام بذلك قد يسفر عن موجات ارتفاع جديدة في حالة الإصابة بالفيروس. ودعت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد إلى نهج مشترك بعد أن عملت كل دولة على حدة فيما يتعلق باحتواء الفيروس. It comes just days after teams of European doctors and nurses from Romania and Norway
were deployed to Italy through the European Union. أما في إسبانيا فقد أعلنت السلطات الصحية تسجيل 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة 172541 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 18056 حالة. Esa fiscalidad que necesitamos en Europa y que necesitamos también en el mundo. Pero durante este mes del decreto de alarma, señoría, pues hemos hecho muchas cosas en favor de las familias o de los trabajadores y de los autónomos. Son casi 1 millón los autónomos que han solicitado ya la prestación por cese de actividad. Son 3.889.000 trabajadores y trabajadoras las que se están viendo beneficiados, por ejemplo, por los ERTEs. Las empresas, lo hemos dicho, ya vamos por la segunda línea de 20.000 millones de euros con un tope de 100.000 millones de euros que esperamos para garantizar la liquidez y, en consecuencia, la subsistencia del tejido productivo en nuestro país. سمحت إسبانيا والنمسا بالعودة إلى نحو جزئي إلى العمل بعد عيد القيامة في تخفيف القيود لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وسمحت السلطات باستئناف بعض الأنشطة منها التشييد والتصنيع، كما فتحت آلاف المتاجر في أنحاء النمسا أبوابها رغم تأكيد الحكومة أن خطر كورونا لم ينتهي بعد. أما في الدنمارك فقد أعادت المدارس فتح أبوابها بشكل جزئي بعد شهر على الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية أن الدنمارك هي أول دولة أوروبية تعيد فتح دور الحضانة والمدارس، لكن الدروس استؤنفت فقط في نصف المقاطعات الدنماركية، ويفترض أن تفتح كل المدارس أبوابها مجددا بحلول يوم 20 أبريل. أما عن ألمانيا فقد أعلنت تمديد قيود الإغلاق بسبب فيروس كورونا حتى 3 مايو. هذا وأظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد بواقع 2486 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 127584. في إشارة إلى حدوث زيادة في الإصابات الجديدة بعد 4 أيام من الانخفاض. وأوضحت البيانات تسجيل 285 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 3254. أعلنت إيطاليا تسجيل 2972 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 162,000 إصابة. كما أعلنت السلطات الصحية تسجيل 601 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل الإجمالي للوفيات لأكثر من 21,000 حالة. أما فرنسا فقد أعلنت تسجيل 562 حالة وفاة جديدة بالفيروس و 5497 حالة إصابة. وقال جيروم سالومون مدير هيئة الصحة العامة في مؤتمر صحفي إن عدد وفيات الفيروس في المستشفيات ودور رعاية المسنين في فرنسا ارتفع 5% في غضون يوم، ليصل الإجمالي إلى 15729 حالة.
قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الأخير يواصل قضاء فترة النقاهة بعد شفائه من الإصابة بكورونا في مقر إقامته الريفي الرسمي، مؤكدا أنه لن يستأنف عمله بدون مشورة فريقه الطبي. بينما قالت وزارة الصحة البريطانية إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد ارتفعت إلى 12107 حالات، بزيادة 778 وفاة عن اليوم السابق. مدد الرئيس الروماني كلاوس يوهانس حالة الطوارئ العامة في البلاد لمدة 30 يوما أخرى، وذلك للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا. وأكد يوهانس أن خطر الفيروس لم ينتهي بعد، معتبرا أن تخفيف القيود في الفترة المقبلة قد يؤدي إلى زيادة حادة في حالة الإصابة الجديدة. أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا تسجيل 107 وفيات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 100403 حالات. كما أشار الوزير التركي إلى تسجيل 4062 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الإصابات في عموم البلاد إلى أكثر من 65000. أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 82000 إصابة. كما أعلنت اللجنة ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس في عموم البلاد إلى 3342 حالة جديدة، وذلك بعد تسجيل عدد من الحالات خلال 24 ساعة الماضية. أعلنت سنغافورة أن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة صار إلزاميا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وقررت سنغافورة فرض غرامة قدرها 212 دولارا أمريكيا على من يتم ضبطه أول مرة مخالفا لقرار ارتداء الكمامة، بينما سجلت البلاد 334 حالة إصابة جديدة بالوباء، لارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 3252 مصابا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس المعتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، ونشكركم على حسن المتابعة. ألقاكم بعد قليل في جولة من الآن.